السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نكتشفوا بيجو 3008. كتنتمي لشركة البيجو، الشركة الفرنسية اللي العمر ديالها أكثر من 211 عام. أول سنة ديالها كانت 1810، من أقدم الشركات في العالم. بقاو معايا نكتشفوا البيجو 3008. تروا ميل ويت عندها موتوريزاسيون قوية، كتجيب تلاتة تاع لي فيرسيون، الأكتيف الألور جي تي بلاك باك، الأكتيف لوندريد كام الأن سانك بلو اتش دي اي، بويسونس ماكسيمال ديالها 130 شوفو، بويسونس فيسكال 6 تاع لي شوفو الوراق صغار، البواط فيتيس ديالها مانيول 6 تاع لي رابور، الألور كتجيب تاع 2 لتر، الاتش دي اي لا شوفودين ديالها 150 شوفو، بويسونس فيسكال 8 تاع لي شوفو الوراق كبار، بواط فيتيس اوتوماتيك 8 تاع لي رابور. و جي تي بلاك باك كتجيب 2 لتر 180 شوفو، بويسونس فيسكال 8، بواط فيتيس اوتوماتيك 8 تاع لي رابور. هذه هي الموتوريزاسيون ديالها تبارك الله قويه، بثلاثه تاع لي فيرسيون، لونطري دو غام الاكتيف الور و جي تي بلاك باك. شرف ليا الخوت، ديروا لايك سبسكرايب. بيجو 3008 اول ظهور ديالها كان في 2008، كتعتبر من الكاتيجوري ديال الكروس اوفر سي يو في، الكومباكت كروس اوفر سي يو في كار. كان اول جيل ديالها من 2008 حتى 2016 لونصنا الجيل الثاني اللي معنا اليوم، اللي حنا في 2021. من 2008 حتى 2020 تبعت تقريبا مليون طوموبيله غير في اوروبا. هذا كيعني ان الطوموبيله عليها دوموند وعليها بزاف تاع لي موديفيكاسيون زوينه، من ناحيه الكاروسري، من ناحيه الشكل الخارجي ديالها، الموتوريزاسيون اللي قلنا دابا. فما شاء الله عندها اون بون ريبيتاسيون في السوق الاوروبيه، وحتى في المغرب راه خدامه، كنشوفها بزاف في لوك واعر في الشارع ما شاء الله. اش نشوفوا اهم لي زوبسيون اللي فيها. خوت بيجو 3008 جات في واحد الديزاين زوين بزاف. اهم لي زوبسيون اللي فيها عندك لي بروجيكتور جاو فول ليد، جاو فهاد لوك زوينه مع الكالندر ديالها اللي كرومي فيها، لانسيغ ديال البيجو جات اغريسيف من القدام، لي غادار من القدام ومن اللور، من ابتداء من الالور لونطري دو كام فيهاش لي غادار من القدام، زائد لي فارون تيبغويه. عندك دي جون تاع 17 الياج، و تيكونو تاع 18 الومنيوم و 19 في جي تي بلاك باك. لي روتروفيزور جاو في بيانو بلاك، زين سيليمينوز شوفون رابطابل الكتريك، بوني ديالها برانت مان ليبر. عندك باغ دو طوا الومنيوم، جات في واحد لا كومبينيزون بين البلاك والبيض، ديزاين حمق. عندك هنايا لا سوي دو بورت ولا الباك كيس جا الومنيوم وكرومي، ما شاء الله عجبتني صراحه من الشكل ديالها. لي فواغيير جاو ليد فول ليد وجاو تانتي. شوفوا كي جات هنا ام بار بيانو بلاك وفيها المونوغرام تاع البيجو، حاجه مزيانه. كيف ما قلت لكم من ناحيه لا سيكوريتي اللي غادار من القدام ومن اللور، تاع الكاميرا دريبول حاجه مزيانه. سيستيم دي شابمون هنايا مخبي كاين لتحت، ولكن بامكانك دوموندي دو فلوكس دي شابمون كرومي، هما يكونوا باينين باش يعطيو واحد لوك اغريزيف وسبور. كذلك كيف ما كتشوفوا لي فيتر جاو تانتي المونوغرام تاع البيجو. كوفر كبير ما شاء الله، عندك روضات سكور، وعندك كذلك دوك لي بونكيت اغيير تيكونوا رابطابل، وتيكون عندك هنايا الاضاءه حتى في الكوفر، حاجه مزيانه كي تعتبروا اساسيين خصهم يكونوا في اي طوموبيله. لي بونكيت اغيير، ليكلياج دو الكوفر، لاتروس، روضات سكور، حاجه اساسيه في جميع الفئات وفي سيكتور اوتوموبيل عامه من ناحيه السلامه ضروري. طوموبيله تعرفنا على الشكل الخارجي ديالها واهم لي زوبسيون اللي فيها. اجيو نشوفوا الطوموبيل من الداخل ونحكموا على 3008 واش تستاهل تكون بارمي لي ميور كومباكت كروس اوفر سي يو في كار. الماتير اللي في الباب ديالها، اول حاجه كاين عندك هنايا ان با الومنيوم كرومي، الكانتارا الكوير جاف دي سور بيكو تقريبا بلون، كومون تاع لي روتروفيزور، الكومون تاع لي فيتر دي سيسباس دورونجومون. شوفوا الابيتاكل ديالها، جا في واحد اللوك كلاس بزاف عجبني، بواط فيتاس اوتوماتيك. عندك هنايا الايد دو ستاسيونمون، فخان اوتوماتيك، كوب هولدر، لا كودوا سونترال، جاسون كوير، حاجه كلاس في الحقيقه. تيكون في الالور و الجي تي لاين جي تي بلاك باك و جي تي، تيكون بورت يو اس بي خارج في سميتو. هنايا انانسير
بالالومنيوم بيانو بلاك ايكرون تاع 10 بوص الاورديناتور دو بورد جا ديجيتال الفولون ديالها ريغلابل افون اي اريير ملتي فونكسيون ليميتور ريغيلاتور دو فيتيس تاع البيجو جا شكل ديزاين سبور جا فيه البيانو بلاك لي فيه سميتها باليت بلس باليت موان شوفوا لي سيلغي ديالها سومي كوير جا فونكسيون ما فيهش فونكسيون ميموار كتجي في جي تي جي تي بلاك باك وهذا فونكسيون سي ريغلابل مانيوال لي بونكيت اريير من ناحيه واعرين بزاف اجي نكتشفوهم نفس الماتيار اللي كاين في الباب سيستم سونوريزاسيون دي زيسباس دو رونجمون لي فيتر الكتريك بواني كرومي لي بونكيت اريير كيف ما قلت لكم جاو سومي كوير فيهم ليزوفيكس من ناحيه السلامه حاجه زوينه من اجل تثبيت الاطفال عندك الكليماتيزاسيون بيزون عندك بورت تاع 12 فولت جوج تاع لي بورت تاع اليو اس بي ولو دابا من المتطلبات يعني هاد لي زوبسيون هادو خصهم يكونوا من القدام ومن لور كاكونديكتور وحتى لي باساج اللي يكونوا معاك في الطوموبيل شوفوا الابيتاكل ديالها ما شاء الله كلشي ولا قريب للكونديكتور بحال قلتي عطيه لاكسي توتال للطوموبيله ديالو 100% من ناحيه لا سيكوريتي فيها لي زيرباك فرونتو لاتيرو ريدو من ناحيه الفريناج فيها جميع الانظمه تاع الفريناج ا بي اس او اس بي الاس ار فوالا هذا هو الشوروم فاش صورت بيجو 208 وي وبيجو هنا 308 و 2008 وهنايا عندنا 3008 اللي اكتشفنا الموتوريزاسيون ديالها ولي زيكيبمون من القدام ومن اللور عجبتني في الحقيقه الخوت يعني اون فوا شي واحد انتريسي بهاد لا غام هادي يسول هانتوما انا وضحت الصوره تقريبا 80-90% دابا من ناحيه البري ديالها كتبدا الطوموبيله كتبدا في البري ديالها من 28 مليون كتوصل حتى ل 41 مليون في جي تي بلاك باك 28 مليون الاكتيف وتقريبا 30 31 الالور وجي تي ب 33 وتوصل حتى ل 36 توصل حتى ل 41 زعما الفول اوبشن في البري ديالها حاجه مزيانه الخوت طلبوا خصكم المهم نقول للكوميرسال يعطيك بلان روميز ما يخليهاش لك بالبلان طاريف ويوضح لك الصوره تاع لي زورغانيزم كريدي ويعطيك ان طو بحال قلتي فاش كتخلص بلي تريت يكون داك لوطو ديال لانتيري ناقص بزاف باش تستافد انت من الطوموبيله باش تستافد من البري تاع الطوموبيل وما يكونش حتى هو كيجي حتى هو اوبسيون تستافد من البري تاع الطوموبيل بواحد البري اللي يكون لوطو ديال لانتيري ناقص بزاف باش ما ديش معاك البنكا شي حاجه بزاف بحال كنتي تقام عليك غراتوي كيتسمى فاسيليتي علي الخوت نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا شكرا بزاف لايك سبسكرايب هيا زورو تتسلم عليكم حتى هي تحياتي اسمحوا لي بزاف